يعني احنا بالمناسبة بنتكلم على المواهب، انا هقول لك على اسم 2 لعيبة في غزل المحلة، اسمع مني وبعد كده يعني ايه بعد صغيرين يعني، سنتين ثلاثة صغيرين هتشوف. تقصد؟ فيرود 2005 اسمه عاطف الحكيم، دوت فيرود هيبقى فيرود مصر، ولعيب وينج اسمه محمود، هما بيتمرنوا معايا في الدرجة الأولى اسمه محمود صلاح، وينج من هيبقى من أحسن وينجات مصر. بص بقى في الكورة حاجة مش طبيعية، سريع سابق بقى. سنه، سريع وحريف وهداف كل حاجة. محمود صلاح احفظ الاسم ده كويس، وعاطف الحكيم الاسمين هم، عشان بس الناس تبقى تراجع بعد حافظ كده. بس انت عليهم في المحل. لا انا محافظ عليهم، هو هم موجودين معايا في الدرجة لا الأولى. تصحى من النوم ما تلاقيهمش. لا هو كده كده الإدارة اللي موجودة يعني الحمد لله مش ما بيفكروش في حتة بيع والحاجات ديت خالص يعني. اوكي، دول هيبقى لهم مستقبل يعني كبير، مستقبل كبير جدا، وإن بس شاء الله يبقى لهم المفترض دور دول معانا كمان. يعني يتوردوا لبره يعني. يعني بصراحه لازم الموهبه اللي تظهر تسافر بره، حاجه نتمنى ان ده يحصل. حاجه بتضايق بجد النهارده يعني. اليابان متصدره مجموعتها وممكن تكسب اسبانيا. اليابان بدات تشتغل على قطاعات الناشئين من سنين فاتت، النهارده مفيش نادي في اوروبا ما فيهوش عشان لبن يعني. بيطلعوا، ما هم هو ما اتحلتش الا كده. دي اليابان دي طفره، ارسنال فيها لعيب ياباني، تلاقي دي البايرن، طفره تلاقي ليفربول فيه لعيب ياباني، تلاقي بس كل اليابانيين عاملين طفره اخر 3 4 سنين في شغالين كل صح. هو الانديه ايه، صح. قرروا انه اي موهبه تطلع على اوروبا تطلع على اوروبا، في اي مينامينو بيروح مش عارف منين لليفربول، في ريال مدريد بتلاقي لعيب ياباني بيعار ويروح ريال سوسيداد ومن نجوم الدوري الاسباني. لا في رؤيه، الناس اسهل ما يمكن انك تعمله عشان تعمل جيل انك تطلع لاوروبا في طيب. سنة.